نقول الشاب صاحب جلالة باش نزيدوا بهاد القطاع القداو ونقصوا هاد المشاكل اللي كانت واحد يجي يبقى يتخبط غير في بلاصتو بحال واحد الجمعيه قال لي اشنو درتي؟ قلت حنا ما درناش حنا المعارض حنا ما فهمتش كلشي اللي قالت انا خليتك تهضر ما هضرتش لا لا يعطيك لا يعطيك انا ما عرفتش فاش تقدر تهضر واحترم احترم غير الكلام احترم الكلام احترم الكلام اسمع انت تهضر غنجاوبك على الاسئله وغنسولك في بلاصتي انا اسمع اسمعني اسمعني انا غنوصيك واحد الوصيه تعلمتها اذا بغيت تكون مصداقيه في الهضره دائما قول الايجابي والسلبي راه الا كتقول غير السلبي ما تاخذش توا هذه راه معروفه في لا بسيكولوجي ديال لا بارول وديال لا بوليتيك ما حدا كتقول السلبي وراه ما تتفقش بك الناس قول شويه الايجابي قول لي راه السيد الرئيس شفتي في هذه ولكن مشيت في هذه مول الفخار فين هو مول الفخار اول نوبه في التاريخ اسمعني اسمعني هذه غرفة اللي الميزانية ديالها موطة بعضيها ساهمنا بمليار ونص باش نحيدو الأفرينة التقليدية ساهمنا 80% شري الفران ب 40 مليون نعطيوك 32 مليون الغرفة غتعطيك 32 مليون وأنت تعطي غير 8 مليون ويكون عندك فران شوف الغرفة اش كدير جبنا جبنا لا فيير التصديق على المهارات المكتسبة الصانع التقليدي اللي صانع تقليدي 20 عام ولا 30 عام وما قاريش غنعطيوه ديبلوم اكاديمي كتعرف شنو ديبلوم اكاديمي جاب في الغرفه هذا العام اول نوبه في تاريخ المغرب التصديق على مهارات مكتسبه جاب في الغرفه ديبلوم اكاديمي كتسني فيه الوزاره كتسني فيه الغرفه وتخدم به فيما بغيتي في مؤسسات عموميه جاب في الغرفه هذا باش يحسبوا لي انا كرئيس يحسبوا الغرفه ويحسبوا الوزارات المجتمع المدني اللي معقوله وغتخدم نجيو للنساء تصدق على المهارات المكتسبه ملي اجتمعنا معاهم باش نسبقنا سبقنا الطرازات يلا تجيكم نتوما في الفكره ديالكم ان الطرازه عطينا ديبلوم اكاديمي جمعنا الطرازات ودرنا لهم واحد الامتحان دارت الوزاره ودرنا حنا معاهم وعطيناهم ديبلوم اكاديمي هذا غير باش تعرفوا وعطينا النجاره ديال الالومنيوم هذو كنقول لكم مكتسبات الغرفه درنا المعارض الجهويه وسعنا من العدد المشاركين تشاركوا في تنديروا دورات تقويميه بلا عدد خاص غير اللي يحضر اليوم كيجي واحد تقدر تهضر على النموذج النمو الايجابي هو تيجي تهضر لك على المشاكل الغرفه وتيقول لك ما حضرتوناش هو جا اليوم باش يحضر لهذا الشيء هذا باش نناقشوا هذا الموضوع تيقول لك ما حضرتوناش ما فهمتش وحنا عاد بغينا نديروا هذا الشيء تاهنا تنقولوه باش نقدموه للجنه باش الجنه تقدموا صاحب الجلاله داك الشيء علاش عيطت لكم انا باش تكون الشغله الانفراديه في التقصير وما هو الاعضاء ديال الغرفه 90 واحد كافيه باش تاخذ القرار ديالها كافيه ولكن جلسنا وتناقشنا قلنا ودي راه ما يمكنش عندنا جمعيات المجتمع المدني كتواجد في مدينه سهله وفي الجهه ديالنا وما ناخذوش رايهم راه ما يمكنش طلقات الاخت البقالي لواحد الموضوع ديال الاي كوميرس انا نفتني والله انا فاتني انا ما كانش راسي هادشي ملي قالتو لي نهار اللي غنصبح نجمع عباد الله ونجمع الاداره على هذا الموضوع هذا ونعيد لها ونحضرها معايا باش تعطيني الفكره وغادي نجلس وغادي نبرورها ونعيد الصناعيه اللي بغات الاي كوميرس وندير ونقدر نقدر نخرج واحد شويه من الميزانيه ونمول هذا المشروع على فوسط الغرفه علاش؟ كنشوفوا روجي مزيان فيه تطور فيه شي حاجه اللي غادي تنفع الصناعيه اش ما نديروش ولكن باش يجيني واحد انتوما ما درتو والو واحد قال لي سير هذا فين هو بعد هذاك انا راه صاحبي كاع قال لي قالك لا السياسه والغرفه ضروري يكونوا ملاحقين هو الصناع واش مسكين الصناعي عنده شي سياسه حتى هو راه غير ما يدخلوا الصناعي في هادشي راه ما خص كاع يدخلوا بعدا انا واحد ما قلت لهم بعدوا الاحزاب على الصناعه التقليديه الصناعه التقليديه شي حاجه تقنيه كنخيط كنبيع سالينا اجل الاحزاب في هادشي الاحزاب بدات باش تنظم هاد المواضيع باش ما يوقعش الترحال باش ما يوقعش باش نمشيو للبرلمان بواحد الحزب اللي كان مثلوه باش 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 ولكن نوضوا نقولوا راه ضروري من السياسه باش سميتو راه غير بغينا نوقفوا هاد الشيء فاذا باش نزيدو لقدام الله يخليكم نكونوا شويه ايجابيين اللي عنده شي حاجه تقنيه يجيبها لنا ويعاندنا بها كاع حنا نقبلوها منه ولكن تكون لوجيك اما الا جيتو غير السياسه راه ما باقي ما وصلش 2021 هز الميكرو ديالك راه ما تهبط دابا حنا عندنا واحد المشروع مع صاحب الجلاله غنتعاونوا معاه راه في الخطابات ديالو كلها الخطابات ديالو الاخر كيهضر عليه شي تسويق مهني تكوين 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 ثلاثة الخطابات متابعين ثلاثة الخطابات فيهم تكوين 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 وحنا كنبداو نجيو نهضرو شي حوايج تاع علاقة بالموضوع تاع علاقة
هضر معايا في الموضوع، داكشي اللي انا وياك فيه، داكشي اللي كنعجنوا انا وياك نخدموا به. الميزانيه ديال الغرفه فيها 4 مليار، فيها 80% كتشلموا الضافي، 20% هي باش نسيروا الغرفه، كنعطيو المعارض فابور، نعطيو الماكله فابور، نعطيو السفر فابور، نعطيو كلشي فابور. حتى هذا الفابور راه ولا تميع. هاك المعرض، هاك الصوم، هاك تاكل، هاك ترونسبور، هاك وتيجي الصاله تبدا ويدير لك ويقول شوفوا اش وقع شي بعد. ومن هذا السنه حنا قررنا باش غنبقاو نديرو مساهمه المعارض. ولو كاع انا نخلص فيها سياسيا نخلص فيها الثمن وغندير ثمن المعارض، عرفتي علاش؟ باش كل واحد يكون مسؤول الى جاي المعرض. واش يبيع واش ما يجيش يتسلى. انا كنقولها من هنا. ولا بغيت ندير السياسه غنبدا نزيد جات الفابور ونبدا ندعم، لا غادي يكون المساهمه في المعارض. وباش اللي جا المعرض جاي يبيع ويشري ما يجيش يبقى يدير لي السياسه، يبدا كيحلف امه يبدا كيقيد. جي المعرض تبيع وتشري. ولو تساهم غير ب 10 دراهم. سي كاينين الناس